في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، أسفرت جهود الوزارة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 593 عنصراً إجرامياً، ومصر عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 361 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 90 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1282 قطعة سلاح ناري، أبرزها 158 بندقية و127 بندقية آلية و68 مسدسا و929 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و170 خزينة، إضافة ل1670 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 585,295 حكماً قضائياً، من بينهم 2,365 حكم جناية و204,134 حكم حبس و298,343 حكم غرامة و80,453 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 41 متهماً قاموا بارتكاب 63 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 78 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 107 متهماً، وتم إعادة 8 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1854 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها ما يقرب من 498.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وحوالي 1282 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزن أكثر من 47 كيلوغرام، وضبط قرابة 8.5 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، إضافة إلى حوالي 13.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 17,478 قرص مؤثر و 48,047 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 53 مليون.
مليون جنيه. كما تم ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.